غزوة حمراء الأسد. عاد المسلمون من غزوة أحد ليلا مثقلين بالجراح، ولكن ما إن أصبح النهار إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في المسلمين أن يخرجوا للقاء العدو، ولا يخرج إلا من شهد القتال بأحد، فقالوا سمعا وطاعة وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد تقريبا 8 أميال من المدينة، قرابة 20 كيلومتر جنوب المدينة، وعسكروا هناك. أما المشركون فكانوا نازلين بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة، يفكرون ويتشاورون في العودة إليها، ويأسفون على ما فاتهم من الفرصة السانحة. وكان معبد ابن أبي معبد الخزاعي من الناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه بحمراء الأسد وعزاه على ما أصابه في أحد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان ويخذله، فلحقهم بالروحاء وقد أجمعوا ليعودوا إلى المدينة، فخوفهم أشد التخويف وقال: إن محمدا خرج في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط، ولا أرى أن ترتحلوا حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فلما سمعوا هذا الكلام خارت عزائمهم وانهارت معنوياتهم، واكتفى أبو سفيان بحرب أعصاب دعائية، إذ كلف من يقول للمسلمين: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حتى لا يطارده المسلمون، وعجل الارتحال إلى مكة. أما المسلمون فلم يؤثر فيهم هذا الإنذار، بل زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وبقوا في حمراء الأسد من الأحد إلى الأربعاء، ثم رجعوا إلى المدينة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.